هل يجوز للمرأة مصافحة رجل عجوز؟ أبدا لا يجوز للمرأة أن تصافح أحدا لا كبيرا ولا صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح العجائز مع كثرتهن، وقالت عائشة كما في الصحيحين ما مست وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قبل تحلل. نعم بارك الله فيك.